يقول السائل: غبت يومين عن العمل، فقال لي المدير إننا قد خصمنا من راتبك يوما واحدا فقط، يقول: ما حكم أخذي لراتب اليوم الثاني الذي قد غبت؟ هذا حسب النظام، إذا كان النظام يوافق على هذا فلا بأس، إذا كان النظام ما يوافق فليس من صلاحيات المدير أنه يتصرف بما يخالف النظام، ولا أن تأخذه وهو يخالف النظام. نعم.